بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب مدارس معالم التربية، طلاب القسم المتوسط الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا إليكم أحباب الطلاب من جديد على المنصة التعليمية لمدارس معالم التربية الأهلية، لنؤدي واجبنا تجاهكم، ونكمل معا مسيرة التعلم عن بعد، وننقل إليكم الدراسة من أروقة الفصول الدراسية إلى منازلكم. فهيا بنا أيها الأحباب، ونحن على موعد مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية بعنوان الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي. وقبل البداية، نود أن نراجع معا ما درسناه في الدرس السابق من خلال هذه الفقرة. هيا بنا نتذكر، وأطلب من أبنائي الأعزاء المشاركة الفعالة معا والإجابة على هذه الأسئلة السهلة. السؤال الأول: متى أنشئ مجلس التعاون الخليجي وأين مقره؟ من يجيب على هذا السؤال أيها الأبطال؟ أحسنتم، أسمع من يقول: أنشئ مجلس التعاون الخليجي في عام 1401 هجري، ومقره مدينة الرياض. أحسنت أيها البطل، بارك الله فيك. السؤال الثاني: ما هي أجهزة مجلس التعاون الخليجي؟ أحسنتم، يتشكل مجلس التعاون الخليجي من ثلاثة أجهزة رئيسية. الأول هو المجلس الأعلى، والثاني هو المجلس الوزاري، والثالث هي الأمانة العامة. السؤال الثالث أيها الأبطال: اذكر أهم المشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي. وتحدثنا عن أربع مشكلات رئيسية في الدرس السابق، وهما: أولا، مشكلة العمالة الوافدة، وثانيا، مشكلة البطالة، وثالثا، مشكلة التلوث البيئي، ورابعا، مشكلة التصحر. وهيا بنا نعود أيها الأبطال إلى درس اليوم، الذي هو بعنوان الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي. العالم العربي والإسلامي أيها الأحباب، وهو جميع العالم أو جميع الأماكن التي وصلت إليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في مكة المكرمة، ومنها انطلقت رسالته إلى العالم بأسره. ومن طرق انتشار الإسلام ثلاثة طرق رئيسية، انتشر الإسلام إلى كل مكان بثلاثة طرق رئيسية نعددها معا أيها الأبطال. أولا، انتشر الإسلام بدعوة المصلحين أو بدعوة العلماء. وثانيا، انتشر الإسلام أيضا بأخلاق التجار المسلمين. وثالثا، انتشر الإسلام بالفتوحات الإسلامية. فهيا بنا معا أيها الأبطال نتعرف على عن قرب عن العالم العربي والإسلامي. أولا، الموقع والحدود. ما هي موقع وحدود العالم العربي والإسلامي؟ وتعالوا معا نوضح على الخريطة التي أمامنا هذا الموقع. العالم العربي والإسلامي، أولا الموقع الفلكي يمتد بين خطي طول 17 غربا، حيث المحيط الأطلسي، و
141 شرقا حيث المحيط الهادي. إذا يمتد بين خطي طول 17 غربا و141 غربا بمجموع خطوط طول 158 خط طول في هذه المساحة الشاسعة، ويمتد بين دائرتي عرض 55 شمالا حيث وسط آسيا إلى 26 جنوبا حيث وسط قارة أفريقيا. يمتد من وسط آسيا إلى وسط أفريقيا بين دائرتي عرض 55 شمال خط الاستواء و26 جنوب خط الاستواء، ويشغل 81 دائرة عرضية. هذه المساحة المهولة للعالم العربي والإسلامي أيها الأبطال. دعونا ننطلق إلى عنصر آخر من عناصر درس اليوم، وهي أهمية موقع العالم العربي والإسلامي. أولا، لو سألنا سؤال، السؤال يقول: عدد أو اذكر مميزات الموقع الجغرافي للعالم العربي والإسلامي. نعدد كالتالي: أولا، يقع العالم العربي والإسلامي في مكان متوسط من قارات العالم القديم. طيب، ما هي هذه قارات العالم القديم؟ لعل طالب يسأل. قارات العالم القديم أيها الأبطال هي قارة آسيا، قارة أفريقيا، قارة أوروبا. ثانيا، العالم الإسلامي ومهد الديانات السماوية الثلاث. الديانات السماوية الثلاث أي الإسلام واليهودية والمسيحية. ثالثا، العالم العربي والإسلامي يطل على جميع المسطحات المائية المهمة كالمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. كل هذه مسطحات مائية مهمة يتحكم فيها جميعها. ثم أخيرا، يشرف على العديد من المضايق والقنوات المائية المهمة، مثل ماذا يا شباب؟ مثل مضيق جبل طارق، مضيق البسفور، مضيق الدردنيل، مضيق باب المندب، مضيق هرمز. كل هذه مضايق مهمة جدا يشرف ويتحكم فيها، ولذلك هو يتحكم في طرق التجارة العالمية في العالم العربي والإسلامي. ووصلنا معا إلى عنصر آخر من عناصر الدرس، وهي المساحة. كم تبلغ مساحة العالم العربي والإسلام؟ مبدئيا دعونا نفسر، يعني ما نتكلم عنه هو العالم العربي والإسلامي. إذن عندي عالم عربي وعندي عالم إسلامي. سوف نتحدث أولا عن مساحة العالم الإسلامي، حيث تبلغ مساحة العالم الإسلامي 34 مليون كيلو متر مربع، وهذه المساحة الشاسعة تعادل خمس مساحة اليابس، بينما تبلغ مساحة العالم العربي فقط 14 مليون كيلو متر مربع. إذا لديك هذه الأرقام لتحفظها: مساحة العالم الإسلامي 34 مليون كيلو متر مربع بما يعادل خمس مساحة العالم، ومساحة العالم العربي فقط لوحده نحو 14 مليون كيلو متر مربع. نواصل معا أيها الأبطال عناصر درس اليوم، ونأتي إلى السطح. السطح، بما أن مساحة العالم العربي والإسلامي مساحة شاسعة جدا، فيتمثل فيه جميع مظاهر السطح التي تعرفها والتي تخطر ببالك أيها البطل. طيب، أعطني أمثلة على مظاهر السطح. أعطني أمثلة على مظاهر السطح اللي احنا نتكلم عنها. أقول لك أيها البطل: من مظاهر السطح الجبال والهضاب والسهول والأودية والمياه
الكثبان الرملية، كل هذه مظاهر من مظاهر السطح. ونتيجة لاتساع مساحة العالم العربي والإسلامي فإنه تتنوع فيه كل هذه المظاهر، فنجد أن فيه أقل منطقة انخفاضا متمثلة في منطقة غور الأردن، وهي تقع تحت مستوى سطح البحر، هذه أقل منطقة منخفضة في العالم، ويقع فيه أيضا أعلى قمة في العالم أو أعلى منطقة مرتفعة في العالم، وهي قمة إفرست التي تقع في جبال الهيمالايا في إقليم كشمير. ودعونا هذه الخريطة التي أمامنا توضح مظاهر السطح من جبال وهضاب وكثبان رملية وسهول وأودية، سنوضحها فيما هو آت إن شاء الله. ونبدأ أولا مع الجبال. من أشهر الجبال أيها الأبطال في العالم العربي والإسلامي عندي جبال أطلس، أشهرها جبال أطلس. أين تقع جبال أطلس أيها الأبطال؟ تقع في غرب قارة أفريقيا. ثم ماذا؟ أيضا عندي جبال الحجاز، أين تقع جبال الحجاز؟ تقع في شبه الجزيرة العربية. وجبال الحجاز بتكويناتها الثلاثة إذ تنقسم لثلاثة أقسام أيها الأبطال، تسمى في الشمال بجبال مدين، وفي الوسط بجبال الحجاز، وفي الجنوب تسمى جبال الثروات. ثم ماذا أيها الأبطال؟ لدينا أيضا جبال طروس تقع في دولة تركيا، وجبال زاجروس تقع في إيران. ثم نأتي لمظهر آخر من مظاهر السطح، ألا وهو الهضاب. الهضاب تشكل المظهر السائد في العالم العربي والإسلامي. ومن أمثلة الهضاب في العالم العربي والإسلامي هضبة أفريقيا، هذه الهضبة الكبيرة العظيمة تمتد من شمال أفريقيا حتى وسط أفريقيا. ثم هضبة نجد التي نعلمها جميعا وتقع في شبه الجزيرة العربية. ولدينا أيضا هضبة الأناضول في تركيا، وهضبة بلوخستان في غرب باكستان. ثم نأتي لمظهر آخر من مظاهر السطح، ألا وهو السهول. لو تكلمنا عن السهول أيها الأحباب، تنقسم السهول في العالم العربي والإسلامي لثلاثة أنواع، عندي سهول فيضية، وعندي سهول بركانية، وعندي سهول ساحلية، وعندي أيضا ما يسمى بالسهول الداخلية اللي تعتبر صحاري أو كثبان رملية. نتكلم أولا عن السهول الساحلية، وهي السهول التي تقع حول شواطئ العالم العربي والإسلامي، مثل السهول الساحلية الشرقية مثلا لشبه جزيرة العرب. ثم السهول الفيضية، ما السهول الفيضية وأين تتكون؟ السهول الفيضية أيها الأحباب هي التي تتكون حول مجاري الأنهار، وتتكون من ترسبات الطمي التي تلقيها مياه الأنهار على جانبي النهر. وهذه السهول تكون تربتها من أجود التربات التي تصلح فيها عملية الزراعة. ثم عندي أيضا السهول الرسوبية أو السهول البركانية، تتكون هذه السهول نتيجة ترسب الرماد البركاني، من أمثلتها سهول جاوة بدولة إندونيسيا. أيضا عندي السهول الداخلية، أغلبها زي ما احنا وضحنا من قبل كثبان رملية، مثل صحراء الربع الخالي في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية. نأتي لمظهر آخر من مظاهر السطح أيها الأحباب، وهو الأنهار. والأنهار تشكل الثروة المائية العظيمة في العالم العربي والإسلامي، حيث أنها مصدر من مصادر المياه العذبة. وعندي أمثلة للأنهار مثل نهر النيل ونهر النيجر ونهر السنغال ونهر غامبيا، كل هذه أنهار في قارة أفريقيا، ونهر دجلة والفرات والسند في قارة آسيا، ونهر السافا في أوروبا. نأتي للمناخ. سنتكلم في المناخ
يعني كلام بسيط جدا تفهمه، لأن أو بما أن العالم العربي والإسلامي يشغل مساحة هائلة جدا من الأرض، تصل مساحته إلى حوالي 81 دائرة عرضية، زي ما احنا ذكرنا أو قلنا فيما قبل أنه 55 دائرة عرض شمال و26 دائرة عرض جنوب، لو جمعناهم يطلع عندي 81 دائرة عرضية. في هذه المساحة الشاسعة يتباين المناخ، أو بمعنى آخر تتمثل في هذا الإقليم كل الأقاليم المناخية التي ممكن أن تخطر لك على بال. في هذه المنطقة الشاسعة توجد جميع الأقاليم المناخية باختلافاتها، توجد جميع الأقاليم المناخية. ثم نأتي لعنصر آخر من عناصر الدرس، وهو النبات الطبيعي. بما أن العالم العربي والإسلامي يتمثل فيه أو يوجد فيه معظم الأقاليم المناخية، فهو أيضا توجد فيه معظم النباتات، أو تخرج من أرضه الطيبة جميع أنواع النباتات المعروف بالنبات الطبيعي، ولذلك يتنوع فيه الإنتاج الزراعي وأيضا الحيواني. وإلى هنا أيها الأحباب نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. نأمل من الله عز وجل وندعو الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه الشروحات ومن هذه المعلومات، وعلى وعد بلقاء قريب بكم إن شاء الله على منصة مدارس معالم التربية الأهلية، لنقدم لكم كل ما هو جديد ونتابع معا مسيرة التعلم عن بعد التي بدأناها من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.